أسوأ ثلاث أكلات في العالم. في المركز الثالث أكلة اسمها وورثج أينس. بصوا أنا مش عارف أترجمها لكم إزاي، فأنا أحاول أشرحها وأنتوا توقعوا اسمها. وورثج ده الخنزير الوحشي، وهو حيوان مقرف جدا. لا استنى، مش بياكلوه هو، دول بيسيبوه كله وياكلوا أكتر حاجة مقرفة فيه. أيوه هي دي، بتكون على شكل حلقات ولازم تستوي من غير ما تتغسل عشان تكون محتفظة بالنكهة بتاعتها. في المركز الثاني روتن إيجز أو البيض المعفن، وده عبارة عن بيض عادي لكنه بيتغطى بالملح وبيدفن في الطين والرماد لمدة 100 يوم، وبعدها بيكون جاهز للأكل بدون سوى. بيقولوا إنه طعمه بيكون قوي جدا وأحلى من البيض المسلوق. أما في المركز الأول فدي أكلة مصرية تقفل ملفهم كلهم، اسمها الفسيخ. ما تنساش تعمل لايك وفولو.